بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مشروع تحويل السيارات من العمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، أسئلة كتير جدا لأصحاب السيارات. إيه تأثير الغاز الطبيعي على موتور العربية؟ وهل ممكن يسبب ضرر كبير جدا لعربيتي؟ هل في بديل أو نوع زيت معين ممكن أستخدمه يقلل الضرر ده؟ هل الفلوس اللي أوفرها من ثمن البنزين هصرفها فعلا على الميكانيكية والعربية بتاعتي مش هتكمل معايا؟ نزلنا هنا منطقة الورش عشان نسأل أكتر ناس ممكن يفيدونا في الموضوع ده، وهم الميكانيكية وأصحاب الورش، هم ليهم خبرة كبيرة جدا في الموضوع ده، وبنسألهم هل الغاز الطبيعي هيأثر بنسبة كبيرة على العربيات؟ يلا بينا نشوف آرائهم في التقرير ده. والله الكلام ده ينطبق على المواتير اللي اساسا مصممه لشغل الغاز، انما المواتير اللي هي نازله اساسا بنزين فده بيتعب العربيه. ايه اللي تاثيره ايه على الموتور؟ تاثيره ايه؟ هو اللي بيحصل الاتي، ان معظم الناس تجهل كيفيه التعامل مع الغاز. والله الفكره كويسه يعني، بس انت عندك اولا الغاز حامي على الموتور، بيتعب بيهلك البستم ويأثر على الشامبر، ويعني حضرتك اللهم صل على النبي، ان الغاز اولا حامي على يعني مؤثر جدا على الموتور يعني. كويس، مش وحش يعني. بس بالنسبه للقديم هل هيمشي ولا مش هيمشي؟ تاثير ده على الموتور هيبقى تاثير على المكنه القديمه، هيدمر المكنه القديمه. هل البساتم جوه الشميز بتاع المكنه ذات نفسها؟ لان الغاز اساسا هواء ما فيهوش ماده زيتيه، بيعمل تليين في البستم، فبيعمل احتكاكه مع الحديد في تاكل، فتبص تلاقي المكنه في خلال سنه ولا سنتين بتطلع المكنه بايظه، البستم بتطلعه من جوه، البستم بتطلعه من قلب الشميس كانك جايب صفيحه منشار ومقطعه، وده عن تجارب. في نوع زيت معين او استخدام معين يخلي الحاجه دي؟ ملوش علاقه، ده اللوست ملوش علاقه بالزيت. لا الزيت ملوش علاقه، ملوش دعوه ان هو بالغاز او البنزين، ملوش دعوه. هو الزيت عباره عن ماده، شيء جوه الموتور بيشتغل عليه بس، لكن انت الغاز حامي على الموتور عامه يعني. مش علاقه، اي زيوت ملهاش علاقه بتاثير الغاز على الموتور. طب هل في مواتير مخصصه للغاز دي؟ بقى المواتير اللي بتبقى مخلقه من المصنع بتاعها نفسها، بيبقى فيها زي نظام مسطره للغاز تشتغل عليها. لو المواتير نازله مصممه غاز بتفرق في ايه؟ ان البساتم ذات نفسها والشمايز ما بتبقاش حديد والومنيا، بتبقى في ماده اسمها ماده التيتانيوم بتتحط جوه الشميز عشان تستحمل درجه الحراره العاليه بتاعه الغاز. هو يعتبر هيغطي تكلفه الصيانه طبعا. يبقى احنا ما وفرناش حاجه. ما هو توفيره في حاجه واحده بس، ان هو بيعمل نظافه في البيئه، لان هو العوادم بتاعته قليله، ملوش عوادم. هتاثر كتير على العربيات. الفرق السعر بين الغاز والبنزين هل يعوض التلف اللي حصل في الموتور؟ انت لو حسبتها بالورقه والقلم اساسا هي التكلفه يعني. انت لو هتوفر البنزين مثلا، هتيجي بعد كده هتاثر على الموتور، هتعمل كل شويه عمره، كل شويه شامبر، بياثر على الموتور يعني. فهي التكلفه واحد يعني، بتدور عادي بنزين وبعد كده تسيب العربيه تسخن، يعني هتمشي بيها حوالي نص ساعه، والمفروض هو الجهاز الجديد اللي هم منزلينه بيحول اوتوماتيك لوحده من غير تحويل. وبالليل نفس القصه، وانت داخل تجرش قبل ما يتجرش بساعه برضه نفس الكلام، بتحول من غاز لبنزين. ليه؟